هنخش على الدرس الخامس اللي هو شبكات العصبية المتكررة Recurrent Neural Network RNN. تمام، هناخد حاجة اسمها الـ Sequence Model أو الحاجة التتابعية اللي هي الـ RNN. طيب الفكرة فيها ايه؟ الفكرة ان كل الداتا اللي عندنا الـ Input والـ Output هو Function في الزمن. يعني الكلام ديت زي الصوت والكلام المكتوب، يعني برضو يعني مثلا لو انا عندي تيبل فيه عدد الطلاب والطلاب ده جابوا كام والكلام ده كله، فبالنسبة لي ده مش Sequence. او لو انا مثلا صورة حاجة عبارة عن بيكسلز وكده، هي ده مش سيكونس. طب لو انا مثلا لو عندي كلام مثلا مكتوب والكلام ديت انا كتبت كلمة واحد رد عليا بكلمة مثلا زي الشات بوت والكلام ده كله، فده بالنسبة لي فانكشن في التايم. او لو انا مثلا عندي تكست هعمل له ترجمة مثلا من فويس التكست، فانا مثلا هاخد اول 5 سكند تاني 5 سكند وهكذا. طب فبالنسبة لي الانبوت والاوتبوت هنا هو فانكشن في التايم. طب ايه الفرق بينه وبين التايم سيريز؟ التايم سيريز ان التايم نفسه هو فانكشن، يعني فيتشرز من الداتا. يعني مثلا اقول لك والله في خلال مبيعات مثلا عربيات في 2013 كانت كذا، في 2014 كذا، 15 كذا، 16 كذا. فالتايم نفسه هو فيتشرز من ضمن الفيتشر بتاع الداتا، فده اسمه التايم سيريز. لكن سيكونس لا، هو الانبوت والاوتبوت هو فانكشن في التايم. يعني عنصر التايم ديت هو الداتا بتاعتي بتتغير على مدار التايم. يعني مثلا زي الكلمات، برضو الكلام ممكن هجيب مثلا كلمة ليها علاقة بكلمة قبليها وهكذا. أمثلة على إيه؟ اللي هو تحويل الصوت إلى كلام، إنتاج موسيقى اللي هي ستايل ترانسفير، إحنا ممكن ننتج مقطوعة موسيقية لحد كان مات، يعني مثلا زي أم كلثوم. طيب في حاجة تانية اللي هي السنتمنت كلاسيفيكيشن، اللي هو ان احنا نقدر ننتج يعني نستنتج تقييم معين من خلال الكومنتات. مثلا واحد عمل كومنتات كتير على منتج معين، فاحنا مش لازم الكومنتات دي تكون متشابهه، فاحنا نعمل كده بناء على ان احنا من اناليز الكومنتات دي، فنشوف الناس راضيه عنها ولا مش راضيه. برضه نفس الحاجات بتاعت الدي ان ايه، هي عباره عن يعني كميه كبيره جدا من الداتا اللي هي التتابعيه اللي هي مرتبطه ببعضيها بشكل سيكونس. او ان انا بترجم من لغه للغه، او ان انا ممكن لو انا عندي تحليل فيديو بقى، فانا مثلا عاوز اعمل ديتكشن مثلا لشخص مثلا في شهر فات كان ماشي في شارع معين وليكن عمل حالة سرقة، فانا مثلا مضطر ان انا اتابع الشخص ده. ففي حالة السين ان كنا بين مثلا ديتكت حاجة من صورة من بتاع، لكن لو في حاجة دخل فيها عنصر التايم فهو الفيديو عبارة عن فريمز كتيرة في الوقت، فساعتها هتبقى ممكن نستخدم الـ RNN. تمام، وهكذا. احيانا تكون المدخلات والمخرجات مش زي بعض. مثلا لو انا هترجم من كلمه لكلمه مثلا، فممكن تبقى كلمه واحده بس في اللغه تترجم لسبع كلمات في لغه تانية. ناخد اكزامبل على السيكونس موديل ديت اللي هو النيم انتيتي او الناتشورال لانجويج بروسيسنج، اللي هو التعرف على الاسماء والكلام ده كله. الفكره فيها ان انا مثلا عاوز اعمل الجوريزم، الجوريزم ده يتعرف على اسم شخص معين. تمام، او مش اسم شخص معين، يعني الفكره فيها ان انا مثلا هديله كلام كده وبقول له والله طلع لي فين الاسماء، طلع لي فين الحروف، طلع لي فين الافعال وهكذا. تمام، وهو طبعا هنا مش زي السيرش العادي اللي احنا مثلا بنقول له اسمه معين فهو يسيرش عليه، لا طبعا هو المفروض بيعرف كل الاسماء اللي هو ما شافهاش قبل كده او شافها قبل كده، فيعرف ده اسمه وده مش اسمه، ده حرف وده مش حرف. تمام، طيب ممكن مثلا تستخدمه في مثلا زي شركه مثلا جوجل مثلا او هواوي مثلا، عاوزه تعرف راي المستخدمين على مستوى العالم او في مصر بس او في اليابان بس او وات ايفر، فهي تسيرش على اسم الدوله وتبدا تحلل التعليقات بتاعت الناس وتعرف رايهم ايه، لان هو بيضيق نفس الكلام ينطبق على اسماء الشركات واسماء العملات والكتب والكلام ده كله. طيب إيه هي الفكره؟ بيشتغل ازاي الكلام ده؟ في طريقه قديمه، الطريقه القديمه ان هو بيقول ان كل كلمه بيقابلها مثلا يا زيرو يا وان، زيرو مثلا للاسماء و1 سوري زيرو اللي هو لو حاجه مش اسم، وال1 ده اسم. طب ياسر دي ده مش اسم فزيرو، مثلا دونالد ترامب مثلا ده واحد ده واحد، مستر ده زيرو. تمام، فيزيتد ده زيرو، فرانس زيرو، وهكذا. اي حاجه مثلا ماروكو واحد. تمام، يبقى الاسم هنديله واحد واللي مش الاسم هنديله زيرو، كانه كلاسيفيكيشن، كانه باينري كلاسيفيكيشن 0 1. برضه هو المفروض ان هو بيفهم الكلمه من سياقها، يعني مثلا زي كلمه لايك، لايك ممكن تبقى يحب او ممكن اعجب بحاجه او شبه حاجه معينه، فهو يفهم ان هنا بقول ان ده شبه حاجه، وان يفهم ان في الجمله ان هو بدايه بيحب حاجه معينه. تمام، استاستك مينينج برضه هو بيفهم المعنى مثلا السخري او من حاجه معينه. مثلا لو انا قلت الراجل ده عظيم، فكلمه عظيم هنا ممكن تبقى عظيم بمعنى حاجه كويسه، او عظيم اللي هو احنا بنتريق بيه. تمام، فهو المفروض يبقى برضه يفهم السياق. برضه هو ممكن يبقى في نسبه خطا زي البشر اللي هي بتخطا لما بتيجي برضه تقرا جمله معينه.
فناخد برضو طريقة التعبير التانية، او اللي هو ان احنا ممكن بدل ما كنا بنسيرش على اسم بس، لا تعالى ان احنا مثلا ندي الاسم بواحد، اسم المدينة باتنين، اسم عملة بتلاتة، اسم كتاب باربعة، اي حاجة تانية بزيرو. يعني مثلا زاستر دي ده بياخد زيرو، مثلا ان واي سي ده ياخد مثلا رقم اتنين عشان ده اسم مدينة، وهكذا. مثلا الفعل ياخد رقم، او اسم الشخص مثلا بيتر ياخد واحد، وانت ده فعل فياخد زيرو، وهكذا. ماشين ليرنينج ده اسم كتاب مثلا ياخد رقم اربعة، وهكذا. طب دي الطريقة القديمة. طب الطريقة الجديدة فيه ان احنا بنعتبر ان كل كلمة دي ايه هندخلها في شكل ايه، مصفوفة، تمام. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا هكتب بالاكس دي في شكل الاقواس اللي هي دي الكلمة الاولى، مثلا ده التانية التالتة، وهكذا، تمام. ونفس الكلام بالنسبة للاوت، هيبقى الواي برضو اقواس، ده الاوت بتاع اول كلمة، الاوت بتاع تاني كلمة، الاوت بتاع تالت كلمة. فبقي كده عندي شكل المصفوف. طيب لو انا عندي شكل انا مثلا عندي بحلل مثلا الكومنتات، فمثلا ده الكومنت رقم الاي دي رقم الكومنت، والتي ده رقم الكلمه في الكومنت، يعني ده الكومنت العاشر للكلمه الثانيه مثلا، وليكن هنا اكس 7 12 هنا، ده معناها ان هي مثلا العنصر السابع الكلمه ال 12، الكلمه ال 12، تمام. ده بالنسبه للاوت برضه نفس القصه، تمام. هنا لو كتبت الشكل دايت، انا بقول ان الله تي اكس اوف اي ده عدد الكلمات في الجمله كلها، يعني مثلا هنا تي اكس اوف اي ده عدد الكلمات في التويت رقم 20 16 كلمه، تمام. هنا عدد الكلمات في التويت اللي رقم 14 الاوتبوت بتاعها 22، تمام. ازاي بقى الالجوريزم بيشتغل؟ ان هو بيحول كل كلمة لرقم. ازاي بيعمل كده؟ عن طريق ان هو بيبقى عنده قاموس. القاموس ده فيه كل الكلمات اللي هو ممكن يستخدمها، وكل كلمة بيقابل ليها رقم معين، تمام. طيب ففي اصلا قواميس جاهزة ان انت ممكن او في قواميس مش موجودة فانت ممكن تشتغل عليها. يعني مثلا انا هشتغل على اللغة العربية وملهاش قاموس، فساعتها انا هعمل القاموس بتاعها. طب هعمله ازاي؟ بكل بساطة مش هعمل الحاجات دي بايدي. يعني انا ممكن اجيب مثلا ملفات كتيرة مكتوبة باللغة العربية، وابدا استخرج كل كلمة، وبعد كده اعمل الجوريزم، والله اقول ان هو يطلع كل الكلمات اللي هي ما فيش منها متشابه، ويرصهم جنب بعضهم، ويدي كل كلمة فيهم رقم، تمام. فبالتالي هيبقى كده عنده القاموس جاهز ان انا اشتغل عليه، تمام. وبعد كده هعمل حاجة طريقة الوان هوت انكودر اللي هي اتكلمنا عليها. دي هتتم ازاي؟ والله هتتم، والله انا هعمل كده عبارة عن فيكتور. اول حاجة الفيكتور ديت عدد الروز فيه اللي هو يساوي عدد الروز اللي هو في القاموس الاساسي بتاعي، والكولومز بيساوي عدد الكلمات. حلو. طيب هنا مثلا انا دلوقتي هكتب كلمة هاري بوتر اند مش عارف ايه. هاري بوتر دي اول كلمة مثلا كانت رقم وكانت واخدة رقم 4075، فهاجي عندها هحط واحد والباقي زيرو، وهكذا بالنسبة لكل الكلمات التانية. رقم ايه مثلا هنا هتبقى رقم واحد والباقي زيرو، وهكذا. اوكي، وبقى انا كده عملت ايه الشكل بتاع القاموس بتاع بالوان هوت فيكتور. وفي الاخر هعمل خانه هنا، ممكن تبقى الخانه اسمها النون لو الكلمه دي مش موجوده في القاموس عندي مثلا، وليكن هقول ان هي دي كايرو مثلا وهي مش موجوده، فاحط فيها واحد. بعد ما عملنا دلوقتي الوان هوت فيكتور، دلوقتي عاوزين ندخلهم على النيورال نتورك. هنعملهم ازاي؟ تعالوا ندخلها كده بشكل ديب نيورال نتورك. فرض ان احنا ما عندناش الار ان ان، او احنا مش عارفينها. طيب الفكره فيها ان هل ده كويس ولا مش كويس؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض. الديب نيورال نتورك اللي كانت عندنا مثلا، وليكن فور اكزامبل كان عندنا مثلا 20 مريض، 20000 مريض مثلا، وكل مريض فيه 50 فيتشر. فساعتها كنا بنعمل نيورال نتورك عباره عن ايه؟ عباره عن الانبوت بتاعتي 50 في عدد الفيتشر، وانا هفضل اعمل فورورد وباكورد بنسبه 20000 دي لحد ما اطلع الويتس والكلام ده كله. طيب انا الفكره هنا ان اصلا ما عنديش في الناتشرال لانجوج بروسيسنج عدد الفيتشر ثابت. يعني مثلا عندي ممكن والله ممكن واحد يعمل تويتر 60 كلمه، واحد يعمل تويتر 20، واحد يعمل تويتر 10، واحد يعمل كومنت بخمس كلمات، وهكذا. فانا بالنسبه لي عدد الفيتشرز هنا مش ثابت، فبالنسبه لي مش عارف اعمل كام انبوت. طيب فرضا ان احنا قلنا ان احنا تعالى نعملهم على اقصى عدد وليكن 60 كلمه، فساعتها هعمل نيورال نتورك فعلا هتكفي كل التويتات اللي جايه، بس هي هتكون افيشنس مش كويسه. ليه؟ لان مثلا انا تعالى نقول ان احنا اغلب التويتس اللي عندنا اقل من 20 كلمه، فساعتها جزء بس من النيورال هو اللي هيتدرب والجزء الثاني مش هيتدرب، فبالنسبه له تبقى افيشنس مش كويس، تمام. تعالى نقول مشكله ثانيه. احنا مثلا دلوقتي في الجدول بتاع المرضى ده، احنا كان عندنا مثلا تو فيتشر، او الفيتشرز الاولانيه دي لما كانت بتزيد المفروض الاوتبوت كان بيقل، والفيتشر الثانيه دي لما كانت بتزيد الاوتبوت برضه بيزيد معاها. فهنا مثلا الويتس والنيورال بتاعت الحاجات دي المفروض ان هي هتتعمل لها ادجاست، بحيث ان هي لو الفيتشر دي زادت الاوتبوت بيزيد، هنا لو الفيتشر دي قلت الاوتبوت المفروض مثلا يقل، او العكس، تمام. اللي هو واحده فيهم بوزيتيف كورليشن وواحده نيجاتيف كورليشن. طب تعال نشوف الكلام ده. فرضا انا عندي مثلا كلمه شوجر وفاتس في كومنت، وتقول والله ان الاكل ده مش حلو، وشوجر وفاتس في كومنت تاني بتقول والله ان الاكل ده حلو في مطعم تاني او في نفس المطعم،
فبالنسبة لي كده، هل وجود شوجر وفاتس في نفس الكومنت مثلا بيأثر بالسلب أو بالإيجاب؟ مرة أثر سلب ومرة أثر إيجاب، فساعتها مش هينفع برضو ديب نيورال نتورك، تمام؟ فهنرجع للريكارنت نيورال نتورك. طب عشان نفهم الاركتكشر بتاع الار ان ان، بوريكم دلوقتي ان احنا عندنا الاكس اهو، هندخلها على الفيكتور دايت او الاكتيفيشن فانكشن دي، هنطلع الواي، هندخل اكس 2 نطلع واي 2، ندخل اكس 3 نطلع واي 3، دي كده اشبه بالدي ان ان، تمام؟ دي نيورال نتورك. طب الفكره فيها ايه بقى هنا؟ لا، لان انا عشان اجيب واي 2 دي انا مش هعتمد على اكس 2 بس، انا هعتمد على اكس 2 والاكتيفيشن فانكشن بتاعت الاكس 1، تمام؟ هعتمد على اي 1 وهكذا، بالنسبه لواي 3 هعتمد على اكس 3 والاكتيفيشن. فكان كل كلمه او كل اوتبوت معتمد على الانبوت اللي داخل والاكتيفيشن بتاع اللي قبليه، يبقى دي كانت معتمده على اي 2، طب 2 كانت معتمده على اكس 2 واكس واللي كانت قبليها برضو، عشان اجيب الواي 2 كانت معتمده على اي 1 واكس 1 وهكذا، تمام؟ دلوقتي بالنسبه لي كل حاجه معتمده على قبليها، وده كده الاوتبوت بتاعنا النهائي. يعني مثلا انا دلوقتي ولكن انا عاوز اجيب اي 3، فاي 3 معتمده على اكس 3 واي 2، طب عشان اجيب اي 2 اصلا معتمد على ايه؟ معتمد على اكس 2. طيب واكس 2 عشان واي 2، طب هنا واي 2 معتمد على اي 1، على واي 1 معتمد على اكس اي 1 والاكتيفيشن فانكشن وهكذا. فبالنسبه لي كل حاجه ايه؟ ريليتد ببعضها، يعني كان الواي الاخيره دي معتمد على الانبوت اللي فيها وعلى الاكتيفيشن اللي كان قبليها، تمام؟ فده فكره الريكيرنت، كانت هو التكرار. عشان افهم فكره التكرار، الفكره فيها ان انا ما عنديش اصلا كل النيورون دي، انا كل اللي عندي انا عندي النيورال واحد وبدخل عليه الاوتبوت كده، وطلعت الاوتبوت من هنا دخل هنا، وبعد كده هدخله من هنا وادخله مره تاني، تمام؟ فكان بالظبط انا هو ده الشكل اللي عندي، اللي هو الاكس اوف تي ده التوتال، دخلت اول كلمه وبعد كده الاوتبوت بتاعها هاخده واروح مدخله على نفس الاوتبوت واطلع الاوتبوت المقارن ليه والاكتيفيشن فانكشن وهكذا، تمام؟ بناء على شويه، تمام؟ دي الويتس اللي هي بتاعتنا، اللي هي ال WAX اللي هي المعاملات الخاصة بالمصفوفات، وال WAA اللي هي المعاملات الخاصة بالاكتيفيشن، وال W المعاملات الخاصة بالاوتبوت. ونلاحظ ان احنا المصفوفة الاولانية اللي احنا مدخلها عبارة عن مصفوفة اصفار وارقام عشوائية بسيطة، تمام؟ اللي هي ال A0. هل الار ان ان كويسه وما فيهاش مشاكل؟ لا، هي الفكره فيها ان احنا قلنا ان كل كلمه بتعتمد على الكلام اللي قبليها. طب تعالى نشوف الجمله اللي احنا قدامنا دي، اللي هو اي ثينك دونالد ترامب ات وايت هاوس، مش عارف الكلام ده كله. طب انا دلوقتي انا عاوز اديتكت مثلا دونالد ترامب، فانا بالنسبه لي الاسم ديت لو بصيت اللي قبليه انا هفهمه اكتر، ولا لو بصيت للي بعديها هفهمه اكتر؟ لا، لو انا بصيت اللي بعديه الوايت هاوس وكده، فانا هديتكت ان فعلا ده دونالد ترامب، ده هو رئيس امريكا، تمام؟ فبالنسبه لي كده الار ان ان الاعتماد ان هي تفهم السيكونس او تفهم الكلمه من الكلام اللي قبليها مش صح بشكل كافي. فعشان كده طلعت حاجه اسمها اللي هي الباي دايركشنال ريكيرنت نيورال نتورك، اللي هي بي ار ار، اللي هي تفهم في الاتجاهين، تمام؟ او تبحث الكلمه معناها في الاتجاهين عشان تجيب المعنى الصحيح. طب لو هنشوف التمثيل الرياضي للريكيرنت، هنشوف مثلا ال A1، ال A1 ده الاكتيفيشن بتاع مثلا اول انبوت، عباره عن ايه؟ عباره عن ال G اللي هو الاكتيفيشن فانكشن، دي هدخل فيها مصفوفه الويتس بتاعت الاكتيفيشن بتاع اللي قبليها ال A0، زائد مصفوفه الويتس بتاعت نفس الانبوت لنفس اللاير اللي هو ال A هنا 1 وهنا ال A1 والبايوس، تمام؟ وبالنسبة للأوتبوت نفس الكلام، اللي هو ال Y1 هتساوي تدخلهم في مصفوفة ال J، هتدخلهم في الويت بتاعة الأوتبوت على ال A الأكتيفيشن بتاع نفس اللاير زائد البايوس بتاع الأوتبوت. لاحظ إن الأكتيفيشن فانكشن دي غير اللي قبليها. طب هنخش الإكزامبل ده، إن هنا الأكتيفيشن هنا بس دي عبارة عن السيجمويد أو السوفت ماكس عشان ده الأوتبوت، لكن اللي كانت قبل دي اللي هي بتاعة عشان يجيب، لكن ال G اللي هي هنا دي هي دي عبارة عن الريليو التانش، عبارة عن الريليو أوي أو التانش، ودي الصيغة العامة اللي هو مثلا الاكتيفيشن بتاع أي input مثلا هيبقى ال G الاكتيفيشن function دي لمصفوفة الاكتيفيشن بتاع ال A اللي قبليها زائد المصفوفة بتاعة ال weights لنفس ال input بتاع نفس ال bias، وال output عبارة عن ال A اللي احنا جبناها من هنا ادخلها في اكتيفيشن فانكشن تنس سوفت ماكس او سيجمويد والبايز بتاعها، تمام؟ تعال نفترض ان الاي اللي احنا عاوزين نجيبها دي عباره عن 100 في 1، تمام؟ ده الاوت، لان احنا عارفين ان الاوت بيبقى عباره عن 1 فيكتور 1 كون فيكتور كده، تمام؟ عباره عن ايه؟ 101. طب يبقى الاي اللي كانت قبليها برضه تبقى 101، تمام؟ طيب تعال نشوف الابعاد بتاعت الويتس بقى والكلام ده كله عشان نطلع في الاوت بتاع 101. كده كده البايز اللي هنا هيبقى برضه 100 في 1، جميل، تمام؟ يبقى انا عارف ان دي لازم تبقى 100 في 1. طب يبقى ده بكام؟ يبقى هنا ديت هنا لازم والمجموع والخانه دي كلها لازم تبقى برضو التوتال بتاعها 101. يبقى انا عاوز ايه؟ ال WAA هنا تبقى 100 في 100، ليه؟ لان ال 100 دي مع ال 100 دي عشان ينفع يتضربوا، والاوتبوت النهائي عندي يبقى 101 عشان يكافئ ال 101 اللي هنا، جميل.
طيب بالنسبة للإكس إكس تي دي أنا دي مش متحكم فيها. ليه؟ لأن هي دي عبارة عن القاموس اللي عندي. طبعا عندي القاموس اللي عندي كام؟ عبارة مثلا فيكتور كده طويل مثلا، ولكن هو 1000 في 1، تمام. يبقى الدبليو اللي هنا كام؟ لازم ده اللي في النص يبقى 1000، ولازم الأوتبوت النهائي بتاع ده كله يبقى 100 في 1. يبقى هنا المفروض تبقى 100 في 1000، عشان ال1000 ده يترمى 1000، ده يبقى لي 101. يبقى ده الخانة دي 101 وهنا 101 والبايظ ده 101. التوتال كله لما ادخله على الاكتيفيشن فانكشن هنا يديني 101. يبقى كده من تاني الاوتبوت النهائي ده 101، يبقى البايظ برضه هنا هيبقى 101. طب الاي تي ده برضه هي هنا 101، يبقى اللي هنا باب كام؟ يبقى 100%، لان ال 100 دي هترمى ال 100 دي، يبقى اديني هنا 101. طب الخانه التانيه دي معتمده على الاكس تي، اكس تي عباره عن القاموس بتاع مثلا 10000 في واحد. طب يبقى هنا الاوتبوت بتاع ال دبليو اي اكس 400 في 10000، 10000 ترمى 10000 يبقى هنا 101، تمام. طيب تعالى بقى نعمل ستاكينج، الهوريزونتال ستاكينج لل دبليو اي 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 و دبليو اي اكس، تمام، بالشكل ده، تمام. احنا عارفين ان ده ابعاده كام؟ 100 في 100. طب وده ابعاده كام؟ 100 في 10000، او خلينا نقول ان هي 100 في 1000، يعني مش 10000، مش كان يعتبر ان ده 1000، تمام. فبالنسبه لما اعمل ستاكنج كده هوريزونت ستاك احطهم جنب بعض، ففي اول 100 دول هيبقوا جايين من الدبليو اي اي، والتاني 100 دول عباره عن الدبليو اي اكس. طب الابعاد بتاع المصفوفه النهائيه كام؟ 100، لان هم كلهم هنا 100، وده هيبقى 100 هي وهنا 1000، تمام. يبقى ده البعد بتاع 1000، يبقى في النهايه يبقى مصفوفه 100 في 1100، 1100 كولوم، تمام. تعالوا برضو نعمل كمان ستاكينج بس فيرتيكال لل ال اي تي والاكس في تي، تمام. احنا عارفين دي ابعادها كام؟ 101، هرصهم كده، ودول كام؟ 1001، هيبقى كده تحت بعضيهم، فهيديني مصفوفه كبيره قوي. بعدها كام؟ بعدها 1100 في 1، تمام؟ جميل. ليه عملنا كده؟ مش احنا عندنا المصفوفة دي كانت اللي هي ال WAA، ودي هنا ال WAX، هنا 100 وفي 1100 بالشكل ده، والتانية فيرتيكال عبارة عن 1100 في 1. طب لو دي 1100 وهنا 1100، فالأوتبوت النهائي يبقى كام؟ 100 في 1. وكأن لما أجي بضرب مثلا، بضرب أول خانة في أول خانة، فلو ضربت الرقم ده هيدي في الرقم ده اللي هو بتاع الـ AT، وده بتاع الـ X of T. كأن بضرب ال A of A في ال A of T، وال A وال A of X بي في ال X of T، فكأني كده عملت الضرب بشكل ذكي شوية، وكأني نفست الترم اللي هو الجزء اللي في النص دايت، وبعد كده الأوتبوت بتاعها هجمع عليه البايظت، وعلشان أجيب الأوتبوت هحط برضو المصفوفة بتاعت ال W Y أو A Y في ال A T زائد البايظ عشان أجيب الأوتبوت.